قريت حكاية على الفيسبوك لأم عندها ابن مصاب بالداون سيندروم، واللي هم ملائكة ربنا على الأرض يعني بالظبط كده، ومفيش مرة تشوف طفل يعني عنده داون سيندروم غير ولازم يضحك لك أو يبعت لك بوسة في الهواء أو يجري يحضنك وهو مش عارفك. هم مخلوقين كده، الابتسامة مرسومة على وشهم رباني، وما تخيلش مثلا أنه في أي حد ممكن يكرههم أو يعاملهم معاملة وحشة. لكن للأسف الأم بتحكي واقعة توجع القلب، وكتبت يعني عنوان للواقعة دي، قالت يا جماعة ربوا نفسكم قبل ما تربوا ولادكم. بتقول أنا ابني داون، عنده داون سيندروم يعني، وتعرض أمس لأسوأ أنواع التنمر والإهانة النفسية والجسدية من أب لا يقال عنه إنسان أو حتى يتوصف بالحيوان، لأنه الحيوان عنده رحمة. هي بتقول يعني الكائن الذي لا يوصف بكلمة ده طلع ضرب ابني بالشلوت في قلبه وطيره من على الالعاب، غالبا كان قاعد على مرجيحه او حاجه فضربه بالشلوت طيره من عليه في النادي، وتعدى عليه بالسب باقذر الشتايم والاهانه، وقال له انت متخلف، فين اهلك يا كذا يا كذا. فالام طلعت تجري وتقول له انا هو، فالراجل مش راضي يسمعها وكمل بالفاظ لا يمكن تطلع لطفل صغير ولا حتى كبير. ليه؟ ابنها زق ابن الراجل، فالراجل بتقول يعني هو زقه بس الولد ما تعورش، فبس ابنه عيط. فالراجل ايه يعني على ما هي وصلت، كان الراجل خد حقه بايده بضرب ابنه، ويعني بيوري له قد ايه بقى يعني هو ابوه هيرو، يعني راجل يعني ايه بطل قدام ابنه، وطيروا على المرجح. لما وصلت قعد يقول لها كذا مره ابنك ده متخلف، قلت له انا ابني عنده ظروف. فردت بقى بتقول يعني مراته الام المربيه الفاضله، وحاطه بين قوسين ان هي منتقبه، فردت بتقول لها لما ابنك متخلف يبقى يقعد في البيت ما يلعبش مع الاطفال السليمه، لما ابنك متخلف يبقى تقعدي معاه. فالام بتقول انا بعترف ان انا في لحظتها وعلى غير عادتي، مع ان هي لا يمكن تسمح لحد بانه يلمسه او يبص له بصه مش كويسه، انما في الموقف ده هي انهارت تماما، بتقول ما عرفتش اخد اي رد فعل، ومدير امن النادي حاول معايا كل المحاولات ان هي تعمل مذكره وما سيبش حق ابني، بس انا كنت شبه مغيبه اني اتحرك من مكاني لان هي اتوجعت قوي. لما روحت البيت جوزها عرف الواقعه، لمها جدا وزعل منها واستغرب رد فعلها، بس لانه هو عارفها وشاف حالتها قدر وجعها وقال لها انا مش هسيب حق ابني، ونزل النادي واتخذ كل الاجراءات القانونيه يعني ناحيه الراجل ده ومراته. اداره النادي مشكوره بتقول وقفت معاها تماما، وكانوا مستائين من اللي حصل مع يوسف ابنها ومع اللي قعدوا، وهما بقى اللي قعدوا يشكروا جوزها ان هو ما سكتش على حقه، لانه ما ينفعش هما يتخذوا اجراء من غير موافقه الاب والام. هي بتختم الكلام بتاعها بتقول يعني كل اللي عايزه تقوله انه لازم نربي نفسنا قبل ما نربي ولادنا، لانك قدوه لابنك ومن شاب على شيء شاب عليه. يعني بتستغربوا من اللي بيحصل في الدنيا، هي لسه بتقول كده، انتوا بتستغربوا من اللي بيحصل في الدنيا؟ لا، لما يكون في ناس بكميه الجهل والتنمر ده يبقى ما تستغربوش، لانه الاساس اصلا غلط. بتكمل بتقول الجميل في الموضوع يعني انه في ناس طبعا كويسين، الراجل والست هما يعني راجل بدقن والست يعني منتقبة، مش غلط والله في أي حد بدقن ولا ست منتقبة، لكن دول يعني نموذج من الناس. احنا بنقول انه النموذج ده بيبين لنا انه التدين لا شكلي ولا مظهري، المعاملة بتقول وبتبين حضرتك متدين ولا مش متدين، معاملتي مع الناس هي اللي هتعرفني، لا شكلك ولا لبسك ولا فلوسك ولا اي حاجه خالص هتقولي اخلاقك عامله ازاي، ولا شكلك ولا تدينك عامل ازاي، المعامله هي اللي بتبين يعني تدين مدى تدين الناس من عدم تدينها. فضلت الشيخ احمد الصباغ، ازاي حضرتك معانا؟ وعايزه تعليق حضرتك على يعني حاجه زي كده لو حصلت في المجتمع احنا نقومها ازاي او نتعامل معاها ازاي؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. موقف صعب حقيقة، أبدأه بقول الله تعالى ربنا لما جه كرم البني آدم يا أستاذة لم يكرم قوما ويترك آخرين، ما كرمش مجموعة وساب مجموعة، لكن ربنا اللي خلقنا
كرمنا كلنا. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. دي رسالة بأزفها للي بيميز بين أصحاب الإعاقة وبين أصحاب اللي هم ما عندهمش إعاقة، بين الغني وبين الفقير. ربنا قال يا أيها الناس، خدي بالك يا أيها الناس دي أنت عارفة يعني إيه؟ يعني يا آدم ويا حواء وأولادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، مسلم وغير مسلم كله بقى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الأب آدم، الأب آدم والأم إيه؟ حواء. ولذلك الراجل جه هنا قال كلمة جميلة قوي، قال الناس من جهة التصوير أكفاء، أكفاء يعني شكل بعض، مفيش حد يتنطط على التاني. الناس كلنا أولاد إيه؟ تسعة زي ما بقولوا يعني. الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. فربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش لا أبيض ولا أسود ولا مجنون ولا عاقل ولا كلام من ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذة عليه أفضل الصلاة كان يشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، مش بالشكل. سيدنا بلال كان أسود اللون ولكن يحسب علينا في الإسلام أبيض القلب، صح ولا؟ أبو جهل كان شكله جميل جدا وأبو لهب شكله جميل جدا، بس اللي سبق بلال الحبشي ولا أبو جهل وأبو لهب؟ سيدنا بلال. تصور ان ربنا لا يعاملنا بصورنا، ايوه اللي خلقنا لا يعاملنا بصورنا. ازاي يا احمد؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واجسامكم، ملهاش علاقه، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. هي الناس بيجوا عند قلوبكم ويقفوا، وده وقفه غلط. بيقولوا ايه؟ ربك رب قلوب. لا، اخد بالك، هو ربنا لم ينظر الى اثنين بس، ينظر الاثنين بقى. لا ينظر الى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سيدنا عبد الله بن مسعود الراجل كان قد كده، ده مش تقليل من شأنه، كان صغير البدن لدرجة إن في رواية بتقول لك كان مشط رجليه الأدم بتاعه قد مشط الكبريت بتاع زمان ده، حاجة كان صغنن قوي يعني، ممكن تكون ساقه كلها قد كده، رجليه كلها حاجة مش باين. زي بقوله دلوقتي مثلا، ما بحبش انا اللفظ ده ذوي الاحتياجات الخاصة، لا انا بسميهم ذوي القدرات الخاصة، ده بيبقى عندهم مهارة احسن صحيح من الناس العاديين. صحيح. سيدنا عبد الله بن مسعود طلع مرة الشجرة يجيب للنبي عصاية من الاراك السواك، فلما طلع الشجرة يا عيني طلع حاجة صغننة كده، فالصحابة نظروا الى ساقيه لقوهم ايه؟ رفيعين قوي. فالصحابة ابتسموا تعجبا لا استهزاء، تعجبا من خلق الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هنعتبر سيدنا ابن مسعود ده من ذوي القدرات الخاصة إن اعتبرناه يعني. سيدنا النبي نظر إليه لقى خاطره انكسر. سيدنا النبي يسيبه مكسور الخاطر؟ لا، يجبر بخاطره ويحول الموقف، بدل ما يزعله يحول الموقف يفرحه، يديله شهادة تقدير، يديله نشان ويديله وسام الشرف. ويقول لهم لما جه ابن مسعود بقى، فالنبي قال لهم أتضحكون من ساقي، يعني رجلين، أتضحكون من رجلين ابن مسعود؟ قالوا نعم، احنا مستعجبين، صغننا قوي يا رسول الله. فالنبي قال والله إن ساقي ابن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة عند الله من جبل أحد.